هنا مرحلة النضج الاستهلاكي والحصاد. من علامات النضج لمحصول البصل وهو جفاف العروش، جفاف المجموع الخضري، هذه أحد علامات النضج. بعد ذلك يتم حش أو قص العروش، ومن ثم استخراج البصل من التربة، عملية القلب. هنا مرحلة النضج الاستهلاكي، بينما هنا يصل البصل إلى مرحلة الإزهار بعد مرحلة النضج الاستهلاكي، وهو رجل